غير السماق زي ما انتوا شايفين اهي، دي بتيجي من عند اي عطار. في منها بقى يا جماعه ناس بيعملوا حاجه تانية كده، بيجيبوا الورق ويطحنوه ويطلعوا منه البودره، بتتباع عند بتاع الاعشاب في شكلين، شكل بذور وشكل ورق، اللي انت عايزاها تي. بس لو كان ورق حطي 3 4 ورقات. هنزل عليها بالميه السخنه زي ما انتوا شايفين، اغطي على القناه وتعملوا لايك وشير للفيديو ده كتير عشان يوصل لكل الناس. اللي معانا النهارده هي عشبه السماق او بذور السماق، دي بذور خارقة وقاتلة للسكر، بتنظم مستوياته وبتعالج ضغط الدم لانها مضرة للبول، بس في حاجة منها تحذير كده اقولك عليه، وبتعالج حاجات كتير قوي. الناس اللي مستعجلين هقول السماق زي ما انتوا شايفين اهي، دي بتيجي من عند اي عطار. في منها بقى يا جماعة ناس بيعملوا حاجة تانية كده، بيجيبوا الورق ويطحنوه ويطلعوا منه البودرة، بتتباع عند بتاع الاعشاب في شكلين، شكل بذور وشكل ورق، اللي انت عايزاها تي. بس لو كان ورق حطي 3 4 ورقات. هنزل عليها بالميه السخنه زي ما انتوا شايفين، اغطي عليها لمده 10 دقائق، اغطي عليها زي ما انتوا شايفين كده اهو 10 دقائق عشان كل المكونات تخش في بعضها. وهقول لك دلوقتي بعد ما اقول لك اهميتها هقول لك ازاي تاخديها. طيب بذور السماق دي مفيده لمريض السكر والضغط وبتعالج اخطر مضاعفات مريض السكري اللي هي التهابات، التهابات بقى في الاعصاب، التهابات اللي هي بتلم مع الوقت وكده وكده، فبتعالج مشكله القدم السكري، بتعالج التنميل. لقوا ان هي مفيده جدا لصحه العظام والاعصاب، الاعصاب بتشدها لانها فيها فيتامينات. السماق فيها بقى حاجه مهمه جدا جدا اللي هي فيتامين سي، اللي هو رافع مناعه قوي جدا. فيتامين سي، فيتامين سي اللي موجود فيها بيرفع المناعه، مضاد للالتهابات، وفيها مضادات اكسده قويه جدا، فيها معادن وفيتامينات مهمه لصحه جسمك. كمان ليها زي ما احنا قلنا في بدايه الفيديو، شركات الادويه بدات تاخدها وتشوف خصائصها، بداوا ياخدوا البذور برضه ويطحنوها ويطلعوا منها مواد مهمه جدا. المواد دي بتعمل ايه بقى؟ المواد اللي فيها بتعالج نزيف الدم، حضرتك بتنزفي بتروحي بسرعه تاخدي حقنه او تحطي مرهم او دهان عشان يوقف النزيف. لقوا ان البذور بتاعتها فيها ماده مضاده للنزيف. في حاجه كمان لقوها ان هي بتعالج مشاكل اللثه والاسنان، لقوا مهم جدا اللي هي بتقلل ضغط الدم. بتقلل ضغط الدم، الفكره ان هي بتاخد السوائل المحتبسه في جسمك وتنزلها في البول. بس لقوا فيها مشكله صغيره، ان لو مريض بيعاني من مشاكل في الكلى ما ياخدش منها. طب ليه؟ او ما ياخدهاش كتير ليه؟ لانها وهي بتنزل الميه في البول بتعمل على ترصيب الحصوات، فانت لو كان عندك حصوات او مشاكل انزيمات الكلى عاليه لا ما تاخدهاش، عشان في حتتين المشاكل دول. لقوا ان هما في ناس اصلا بيستخدموها لعلاج الكوليسترول والدهون الثلاثيه، بتقلل الدهون الضارة وبتزود الدهون النافعة في الجسم. ليه بقى؟ لان ليها خصائص ان هي بتطرد الدهون وبتنظمها، وكمان ان هي بتزود عملية التمثيل الغذائي، فاي دهون متراكمة في جسمك بتحرقها بسرعة جدا. تمام، دي بتشغل الجسم كمكنة حرق دهون. فهي خصائصها كتير جدا جدا، يعني اسمها السماق او السماق بالقاف او بالهمزه، لو حد لي يعرف اساميها في دول تانية يا ريت يقول لنا. طيب مهمه في حاجات تانية طبعا، طب احنا قلنا كوليسترول، سكر تراكمي، ضغط وغيره، بتعالج شيب الشعر، في ناس بيصبغ بها شعره بتعالجه، لان هي دي بقى الماده اللي بتطلع منها، هي دي اللي بيستخدموها في الكريمات. تمام، بتعالج ايه تاني؟ بتعالج مشاكل القلب والشرايين، زي ما احنا قلنا بتغسل الشرايين من الدهون الثلاثيه، فبالتالي حضرتك مهمتها ان هي بتنظف الشرايين. مهمه جدا جدا لتقليل مشاكل السكتات والجلطات وغيره، لان احنا قلنا ايه، بتعمل على توقيف النزيف كمان، يعني مهمه جدا جدا لصحه حياتك، مهمه جدا للجهاز الهضمي. ودي مشاكل كتير حد كتب لنا في التعليقات، ان هي مريضة السكر وعندها اسهال مره، امساك مره، باضطرابات في الجهاز الهضمي عموما، قولون بقى يجي لها وهي ما كانش عندها اصلا قولون. فالسماق مفيده وملينه، بتدي اصلا طبقه كده بتحيط
بالأمعاء، بتغطي وتغلف معدتك، فبالتالي مش هتشتكي من أي مشاكل عموما. طيب السماء ديت، السماء دي ايه فكرتها؟ السماء دي فكرتها ان هي بتعالج ضغط الدم المرتفع، ودي حاجة خطيرة قوي قوي لمريض السكري، لان شرايينه بتبقى مقفولة، فاي ارتفاع في الضغط ممكن يعمل نزيف في اي منطقة في جسمه. لا فانت تخلي بالك، وهقول لك دلوقتي ازاي تستخدميها بعد ما عدى 10 دقائق كده. دلوقتي بقى بعد ما فات 10 دقايق هتشيليها، تبدأي بقى تصفي ديت، تجيبي حاجة تصفي فيها في كوباية تانية عادي عشان تتأكدي ان كل البذور اتشالت. هي لونها احمر البذور ده يا جماعة، عشان اللي ايه مش شايف الكوب طلع معاك اهوت اهو. تقدري بقى لو عايزة تضيفي عليه معلقة عسل ابيض مفيش منه مشكلة. تقدري برضو تحليه، بس تحلية بسيطة خالص يعني، ما تزوديش عشان السكر هنا ممنوع اصلا. طيب اخده امتى؟ اخده المشروب ده بيتاخد مرة واحدة في اليوم فقط، بيتاخد بعد الفطار، بعد الفطار على طول. تمام، هيقلل لك بقى امتصاص السكريات اللي انت كلتيها، مش هيخلي السكر يزيد مره واحده في الايه في الدم، فبالتالي ما يدخلش في غو سكر عالي. غير بقى ان هو بيشتغل على المدى البعيد اللي احنا قلنا عليه، بيقلل السكر التراكمي، بيقلل مشاكل اللي موجوده في الشرايين من دهون ثلاثيه، بينظف الجسم من السموم، فبالتالي مهم جدا لصحه الجسم. يبقى حياتك ان شاء الله هتتغير، جسمك من المشاكل اللي موجوده فيه وبالسموم وحاجات من دي هتتعالج ان شاء الله. دي كانت حلقه بسيطه خالص. بص هي البذوره اهي اللي معانا اهي، دي بتترمي خالص ما بنستعملهاش، هو بس المشروب اللي معايا ده بيتاخد مره واحده بيتاخد مره واحده بعد الفطار زي ما انا قلت تقريبا كده، انا قلت كلام غير كده، لا هو بعد الفطار ان شاء الله مره واحده وحياتك هتتغير. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير كتير، وتتابعوا القناة على اليوتيوب عشان بنقدم كل جديد. بالنسبة للناس اللي عندهم اي مشاكل من اي وصفات تانية، خشي جربي كذا وصفة اللي تجيب معاكي نتيجة كملي عليها. دي تمشي عليها 4 اسابيع وتتوقفي اسبوعين وتكملي، هتوقفي بعد ال4 اسابيع اسبوعين وترجعي تاني تاخديها 4 اسابيع تانيين، وان شاء الله تكون ممتازة معاكي. شكرا جدا. في نهاية الفيديو هتوقفي بعد ال4 اسابيع اسبوعين وترجعي تاني تاخديها 4 اسابيع تانيين، وان شاء الله تكون ممتازة معاكي. شكرا جدا. في نهاية الفيديو هتوقفي بعد ال4 اسابيع اسبوعين وترجعي تاني تاخديها 4 اسابيع تانيين، وان شاء الله تكون ممتازة معاكي. شكرا جدا. في نهاية الفيديو هتوقفي بعد ال4 اسابيع اسبوعين وترجعي تاني تاخديها 4 اسابيع تانيين، وان شاء الله تكون ممتازة معاكي. شكرا جدا. في نهاية الفيديو